السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور عماد الحناشي بخريس، متخرج من جامعة صفاقس بتونس، وأدرس حاليا برتبة أستاذ مساعد في جامعة الملك خالد. أهلا بكم إلى مقرر ميكانيكا 2 الذي تجدونه على منصة المقررات المفتوحة بالجامعة. يهدف هذا المقرر إلى تكملة المفاهيم التي تدرس في مقرر ميكانيكا 1، حيث يهتم بمفاهيم القوة، الجسم الجاسئ، العزوم، الاتزان، الازدواج، والقوى المتكافئة. أيضا يعنى بمركز الكتلة وحركته، وأيضا الحركة الدورانية، عزم القصور الذاتي، إضافة إلى الطاقة الدورانية. وكتطبيق سوف نرى البندول البسيط، البندول الفيزيائي، وبندول الالتواء، أيضا الأنظمة القصورية والأنظمة المتسارعة، وننهي بتأثير قوى الاحتكاك وقوى المقاومة على حركة الأجسام.